السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعرف كل التفاصيل النهاردة في حلقة اليوم. يلا بينا على التفاصيل. عايزين نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى 5000 لايك. بنجح بيكم وبدعواتكم وبإذن الله تعالى أكون دائما عند حسن ظنكم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحم شهداء فلسطين ورب يا رب العالمين وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، وارحم اليمن والصين وفلسطين وكل شيء، وارحم اموات المسلمين اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي مارس الكرة النهارده يعفيهم من تمرين اليوم استعدادا للقاء سفر الاربع زي ما حضراتكم عارفين للقاء القمه في نهائي كاس مصر اللي هيكون في السعوديه الساعه 7 مساء. وطبعا كان في اجتماع بين مارسيل كولر وكابتن محمود الخطيب على بعض الصفقات اللي مارسيل كولر عايز يجيبها، يمشي لعيبه مش عايزاه ويجيب اللي هو عايزه، والنادي الاهلي تحت امر مارسيل كولر. يا عم اجل اجتماع كابتن محمود الخطيب، قال له بعد لقاء الزمالك، لا او بعد لقاء الزمالك اللي هيكون عنده بين الله ادرى واعلم، بس هناكد كل حاجه معاكم. وطبعا كان في قعده صغيره كده زي ما تقول كده قعده صلح ما بين مارسيل كولر وكهربا، وكهربا ما يعرفش اللي مارسيل كولر اللي هو مش في دماغه من الاساس، يعني عنده وسام ابو علي وميديستا ادي الاثنين دول، يعني كهربا سيرحل عن النادي الاهلي بنهايه الموسم، ومفاجاه من العيار الثقيل بعد ما كان الناس كلها مستنيه غرامه كهربا يدفع الغرامه علشان ينطروه النطره دي شكلها حتى مش حلو يعني ومش ظريف. ومارسيل كولر أكد المعلومة وقال لك إن الراجل بيتمرن كويس وكل شيء و100 124 قيراط وحاطط في بطنه بطيخة سيفي، لكن أنت يا عم كهربا بصراحة أنت حبيبي وصديقي لكن خارج حسباني بعيد عن الفراودة المحترمين جدا اللي موجودين، علشان بالفعل النادي الأهلي عايز يؤكد عودة محمد شريف للنادي الأهلي مرة تانية. ايه ده؟ ومحمد شريف يعود مرة تانية علشان الولد قايل اني لو انا رجعت الكرة المصرية مش هلعب غير النادي الاهلي. يا عم محمد يا شريف، ما هو اللي ممشيك مين؟ ما هو من المشيك مارسيل كولر علشان مش عايزك تيجي عايز ترجع تاني علشان برضو مش هيلعبك، علشان انت في اخر اخر 10 ماتشات في الدوري السعودي مشارك 20 دقيقة، ربع ساعة، تلت ساعة، خمس دقايق، 10 دقايق في التسع ماتشات اللي انت لعبتهم، يعني انت ما اكدتش او ما اديتش حاجة الخليج السعودي حتى الآن، وطالب العودة للكرة المصرية للنادي الأهلي مرة تانية. علشان أنا هقول لك مليون مرة، طول ما مارسيل كولر موجود جوه ولا عبد القادر هيلعب ولا كريستو هيلعب ولا محمود متولي بعد اصابته هيلعب ولا طاهر محمد طاهر هيلعب ولا الدنيا دي كلها هتلعب، ولو جيت يا محمد رشيد مش هتلعب والدنيا دي كلها، علشان مارسيل كولر في ناس معينه في دماغه هو اللي مصمم عليها وهو اللي هيلعب بيهم وهو اللي هيعمل كل شيء. مارسيل كولر اللي هيخلص على لعيبه النادي الاهلي واحد ورا الثاني لحد ما هيزهق بعض اللعيبه اللي هيمشي، وكابتن محمود الخطيب هيوري له باين عليه العين الحمراء، وربنا ينصر في اللي جاي بالنسبه لمارسيل كولر. النادي الاهلي يسافر يوم الاربعاء للقاء طبعا الزمالك زي ما قلت لكم، واللقاء اللي هيكون يوم الجمعه الساعه 7، وان شاء الله باذن الله نتفرج على لقاء ممتع ومثير ويليق بالكره المصريه بينكم وبين الكره المصريه الاهلي والزمالك. تعالى بقى نعرف هنا بقى كل التفاصيل عن مين؟ عن نجم صخر الدفاع النادي الاهلي وهو محمد عبد المنعم اللي سيرحل عن النادي الاهلي علشان نادي جند الفرنسي اللي فيه نجمنا مصطفى محمد، عايز يخلص على كل خدماته او يخلص معاه في كل خدماته. واللاعب كان من فتره طويله جدا 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 محمد عبد المنعم كان موقع مع شركه اوروبيه من 5 شهور، والنادي الاهلي عمالين يقولوا يا ابني خلص مع عبد المنعم، لا لسه ما وقعش يا ريس، عمل مع مين يا كابتن بيبو؟ لا ما وقعش يا كابتن بيبو، عمل ايه يا ابني وقعته لسه مع الولد؟ قال لك لا علشان ما ننساش بس وندي الولد حقه، الولد بقى في الفئه الاولى وبياخد من الرواتب العاليه جدا جدا جدا، لكن محمد عبد المنعم بدل ما حط في دماغه الحته الاحترافيه خلاص الراجل هيسافر بنهايه الموسم. طب يا عم دودي ما هو الراجل لسه 2025، ما انا بقول لك اهو الناس هتدفع كل شيء لخدمات محمد عبد المنعم. ومحمد عبد المنعم يا جماعه ما ننساش اللي جاي له احد انديه الدوري الاوروبي زي بلباو
الاسباني ريال بيتيس، يعني مش قادر اقول لك في احد الانديه الاوروبيه، اتلتيكو بالباو، وطبعا انديه عالميه محترمه جدا 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 طبعا. ومحمد عبد المنعم هيصمم بقى او هيفكر في ايه، الله ادرى واعلم، في اللي جاي. عنده 3 عروض اوروبيه، وبالاخص نادي الفرنسي اللي فيه مصطفى محمد. ان شاء الله باذن الله باذن الله ناكد كل حاجه في الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ومحمد عبد المنعم مصمم على الرحيل من النادي الاهلي. نيجي بقى على اخبار نادي الزمالك وقرارات كارثيه. الاتحاد الافريقي يبعت اخطار لنادي الزمالك بالغاء لقاء الزمالك وسولار الغاني، علشان الناس بيقول لك معهاش فلوس تركب طياره، معهاش فلوس تركب اتوبيس، معهاش فلوس تركب اي حاجه، معهاش فلوس تيجي من الاساس. انا بصراحه مش عارف هل الاتحاد الافريقي قراره هيكون في عقوبه ماليه على الناس دي؟ اكيد لا، هيدوهم فلوس رمضان وكل سنه وانتم طيبين، ويحط لهم في الكيس قرشين ثلاثه ويقول لهم خدوا وشبرقوا نفسيكم، علشان على الله حكايته نادي سولار الغني اللي ما ينفعش ولا يشارك كونفدراليه ولا يشارك افريقيه ولا يشارك اي حاجه، علشان يقول لك لا احنا مش جاهزين نروح نلعب. انت كانك بتلعب دوره رمضانيه وفرقه انسحبت من البطوله، وبصراحه حاجه تكسف وحاجه تحزن. ونادي الزمالك سيكمل تمارينه او مستمر في تمريناته في تمارين الساعه 9 مساء امام 30,000 متفرج في استاد القاهره، استعدادا قبل سفره يوم الاربع باذن يوم الاثنين بتاع بكره ان شاء الله باذن الله. بكره ان شاء الله الزمالك هيكون مسافر، علشان هيكون في السعوديه استعدادا للقاء القمه اللي هيكون بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه الساعه 7 مساء. واللعيبه و جوزيه جوميز قال لك اللعيبه كلها جاهزه، وان شاء الله باذن الله احنا قد المسؤوليه، وان شاء الله نعمل مباراه محترمه ونفوز بالكاس باذن الله. وان شاء الله بتمنى ذلك باذن الرحمن، ان شاء الله باذن الله نتمنى ذلك، وباذن الرحمن يكون الكاس زملكاوي. كده اكون وصلت لحلقه حلقتي، بتمنى من الله تكون الحلقه عجبتكم. قبلها في معاكم نعمل اشتراك للقناه وفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى 5000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم باذن الله تعالى. اكون دايما عند حسنكم، انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبورت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.